افتتحت اليوم بالملعب الكبير لمراكش المرحلة الأولى من بطولة العالم للرماية بالنبال في دورتها الثالثة بحضور ثلة من المسؤولين الرياضيين بالمدينة. وجرى في يوم الافتتاح استقبال المشاركين القادمين من عدة دول والذين قاموا بمعاينة وتجريب ميدان المنافسة التي ستبدأ رسميا غدا السبت. احنا درنا بزاف لي زونطريمون من قبل دونك جو كخوا قد يكون يكون النتيجة إن شاء الله وكاينين بزاف ديال الناس من بزاف ديال أنحاء العالم خصوصا أنا لاعبين معايا من لا فرانس و سبليون دونك جو كخوا كو غادي تكون الكومبيتيسيون شي شوية صعيبة ولكن إن شاء الله نديرو تومون ميو. كتستافدو يعني من المشاركة مع أبطال بحال هادو كبار؟ بحال حيت شاركت في لاكوب دي موند اللي قبل تلاقيت بزاف الناس من بزاف ديال أنحاء العالم اي بي عطاوني بزاف ديال لي زاستوس دونك وي كنستافدو بزاف. بالنسبه للمشاركه ديالنا حاولنا بما امكن ان نديرو دي زونطريمون فورسي في الايام الاخيره باش نكونوا ان شاء الله في المستوى حيتاش بطوله العالم كتمكننا من ناحيه اننا ناخذوا خبره ومن ناحيه ثانيه ان يبرزوا الاسماء ديالنا على المستوى العالمي وبغينا ان شاء الله نشرفوا المغرب ونكونوا في المستوى وعند حسن ظن كاع المغاربه. وقد اجمع الحاضرون على المستوى التنظيمي الجيد وحفاوه الاستقبال التي لاقوها بمراكش كما اكد الابطال على ان المنافسه ستكون محتجمه. انا هنا للمنافسه في بطولات العالم بمراكش المغرب، انا متحمس للعوده للمره الثالثه، كنت هنا مرتين من قبل وفزت في المرتين لذا اتمنى ان يكون لدي نفس النجاح. التظاهرة جيدة والافتتاح كان رائعا، أنا متحمس جدا لأكون هنا وأنافس. جدير بالذكر أن بطولة العالم تتكون من 4 مراحل هي مراكش، بانكوك، نيم، ولاس فيغاس.